هل سمعتم بها من قبل؟ إنها سمكة السيلة كانت العائدة من الانقراض تستمر بتحيير العلماء. سمكة السيلة كانت يعود عمرها إلى ما قبل الديناصورات، وكان العلماء يعتقدون أنها انقرضت معهم قبل أن يعثروا على نوع منها في عام 1938. سمكة السيلة كانت تعيش حياة أطول بخمس مرات مما كان يعتقد في السابق. ما زالت سمكة السيلة كانت تثير دهشة العلماء بمزيد من المفاجآت. فهذه السمكة العجيبة التي كان يعتقد أنها انقرضت مع الديناصورات قبل 66 مليون سنة، عثر عليها بشكل غير متوقع حية وبصحة جيدة في عام 1938 قبالة الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا. وقال علماء إن دراسة جديدة لهذه الأسماك التي تعيش في أعماق البحار الكبيرة وتنشط في الليل وترتبط بشدة ببيئتها الحاضنة تبين أنها تعيش حياة أطول بخمس مرات مما كان يعتقد في السابق، أي أنها تعيش لقرابة قرن من الزمان، وأن الإناث تحمل صغارها لخمس سنوات وهي أطول فترة حمل معروفة لأي حيوان. وبعد تركيزهم على نوعين حيين من أسماك السيلة كنث، توصل العلماء أيضا إلى أنها تتطور وتنمو بمعدل أيضا أو أبطأ من أي سمكة أخرى، ولا تصل إلى مرحلة النضج الجنسي حتى عمر 55 عاما تقريبا. واستخدم الباحثون حلقات النمو السنوي على حراشف الأسماك لتحديد عمر هذا النوع النادر. حسبما قال عالم الأحياء البحرية كليغ ماهي من المؤسسة الفرنسية للمحيطات، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت هذا الأسبوع في مجلة علم الأحياء الحالي، وظهرت أسماك السيلة كنث إلى الوجود لأول مرة في العصر الديفوني قبل حوالي 400 مليون سنة، أي قبل ظهور الديناصورات بحوالي 170 مليون سنة. واستنادا إلى السجل الأحفوري، اعتقد أنها اختفت أثناء الانقراض الجماعي الذي قضى على ثلاثة أرباع الأنواع الحية في أعقاب اصطدام كويكب بالأرض بنهاية العصر الطباشيري. وبعد العثور على السيلة كانث على قيد الحياة أطلق عليها اسم المستحاثة الحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.